نادي القرن. يا صباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، ويوم جديد للفريق هنا في كرواتيا في إطار استعداده للموسم الجديد من خلال هذا المعسكر الخارجي الهام جدا. لكن الفريق هيعمل إيه النهاردة في اليوم الثالث ليه هنا في كرواتيا من حيث التدريبات؟ زي ما احنا قلنا لكم هيكون في مران واحد بس النهاردة، هيكون في تمام الساعة 6 مساء. طبعا أكيد هيكون مران مهم، وخصوصا أن غدا أولى مباريات النادي الأهلي الودية اللي هتكون في سلوفينيا مش في كرواتيا. الفريق هيتحرك من هنا من كرواتيا لسلوفينيا عشان يقود هذه المباراة أمام فريق أولمبيا. لكن الأخبار الخاصة بالفريق إيه؟ النهاردة طبعا هيوصل إن شاء الله اللاعبين الدوليين من منتخب مصر، سواء سعد سمير، أحمد فتحي، الشناوي، إكرامي، وأيمن أشرف. اللاعب الوحيد اللي مش هينضم للمعسكر مروان محسن، وده نظرا لظروف التأشيرة. بالتالي مروان مش هيكون مع الفريق أو مع المجموعة اللي هتنضم النهاردة معسكر فريق النادي الاهلي، وهي المجموعه الدوليه. غدا هيبقى ميعاد وصول علي معلول اللاعب الدولي الاخر لمنتخب التونسي، هيكون في نفس الميعاد. النهارده هيوصل الدوليين بالتحديد في تمام الساعه 1:30 ظهرا او 2 بالكثير عشان ينضموا لمعسكر الفريق. وبالتالي تم تاجيل المران من الساعه 5 للساعه 6 عشان ياخدوا قسط اكبر من الراحه قبل المران المسائي ويشاركوا في التدريبات المسائيه بشكل عادي. ده اللي هيكون متواجد النهارده بالنسبه للفريق. اليوم من الصبح طبعا كان ميعاد الفطار الساعة 8 الصبح، أيضا كان في طبعا ميعاد الجولة الخاصة بفريق النادي الأهلي، أو هيكون ليهم جولة خاصة خلال اليوم النهاردة في محيط الفندق، وده يمكن للترفيه عن فريق النادي الأهلي، خصوصا أن احنا في مكان يمكن جيد جدا من حيث المناظر والطبيعة الجيدة هنا في كرواتيا. وأيضا هيكون في ميعاد الغداء الساعة 1، حتى إن شاء الله ميعاد المران الساعة 6، وبعديه العشاء كالعادة زي ما احنا متعودين. بالنسبة للفريق الجلسات أكيد مستمرة من قبل الجهاز الفني مع اللاعبين عشان يكون في تواصل أكتر ويكون في فهم الفكر مستر باتريس كارتيرون بشكل أكبر، خصوصا ان احنا مقبلين زي ما انتم عارفين على مرحلة مهمة جدا في بطولة دوري أبطال أفريقيا. الأمور ماشية بشكل جيد جدا، الفريق بيستعد بكل قوة. إن شاء الله نتمنى للنادي الأهلي كل التوفيق في هذه الاستعدادات الهامة جدا. لكن خليني أيضا أقول لكم بالمناسبة ان لاعب النادي الأهلي جنوب افريقي صعب ان هو يلحق للمعسكر اللي هو باكاماني مالامبي، مش هينضم لمعسكر النادي الاهلي، ده ايضا نظرا لظروف التاشيره ان هو ما قدرش ان هو يحصل عليها. فبالتالي اخر لاعب هينضم لمعسكر النادي الاهلي ان شاء الله هيكون غدا هو اللاعب علي معلول في نفس توقيت اللي هيوصل فيه النهارده لاعبي النادي الاهلي الدوليين. فبالتالي ان شاء الله نتمنى للمجموعه بشكل كامل كل التوفيق للجهاز الفني واللاعبين في هذه المرحله المهمه والاستعدادات للموسم الجديد، وبالتحديد البدء في البطولة الأفريقية الهامة ومباراتي تاونشيب. إن شاء الله كل التوفيق، وتابعونا لحظة بلحظة، هنفضل مستمرين معاكم هذه التغطية الخاصة لمعسكر النادي الأهلي في كرواتيا.
معايا نجم من نجوم النادي الاهلي المهمين جدا كابتن محمد نجيب. كابتن نجيب برحب بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. طبعا بنتكلم عن المعسكر مدى اهميته بالنسبه لكم، يعني كان عندكم في البدايه معسكر في اسكندريه، معسكر داخلي، معسكر خارجي المره دي في كرواتيا، واستعداد اكيد مهم بالنسبه لكم خلال الفتره الجايه. والله اللعبه كلها بدايه طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، اللعبه كلها كانت في المعسكر اللي كان في اسكندريه، اللعبه كلها مركزه في المعسكر. طبعا مدرب جديد له فكر جديد، اللعبه كلها كانت مركزه، كله عاوز يحجز ان هو يلعب بشكل اساسي. الراجل يعني بيحفظ الناس حاجات معينه في الملعب، بيحاول ان هو يوصل فكره للعيبه لانه فكره مختلف، كل مدرب بيبقى ليه فكر معين. اللعبه كلها بتبقى مركزه ان هي تقدر ان هي تنفذ الفكر ده. الحمد لله يعني بالنسبه لمعسكر اسكندريه اللعبه كلها كانت مركزه، والحمد لله كان معسكر ناجح. عملنا لعبنا ماتش ودي في اسكندريه، الحمد لله كسبنا، واللعبه كلها ادت بشكل كويس. اللعبه كلها في التمرين بتحاول ان هي تركز، كله عاوز يظهر بشكل كويس، كله عاوز يشارك بشكل اساسي، ده طبعا بتنعكس على الفرقه في الملعب في التمرينات. فالحمد لله يعني لحد كبير يعني الناس كان معسكر مرضي بالنسبه للناس كلها، والحمد لله ربنا يكرمنا في المعسكر في كرواتيا وربنا يكرمنا ان شاء الله. طبعا الاجواء هنا تساعد، طبعا هنا الجو هادي جدا، بيساعدك على التركيز، بيساعدك على انك تتمرن بشكل كويس. بالنسبه طبعا لبطوله افريقيا احنا عندنا بونت ماتشين، فموقف صعب، بس احنا عندنا ماتشين، اربع ماتشات مهمين جدا الفتره الجايه، ماتشات مصيريه بالنسبه لنا. اللعبه كلها هتبقى مركزه في الماتشات الجايه، لازم نكسب. لعيبه النادي الاهلي كلها في الماتشات بتلعب على المكسب. اللعبه كلها ان شاء الله تبقى مركزه، يبقى توفيق ربنا معانا، ربنا يكرمنا ان شاء الله ونصعد وناخد البطوله باذن الله. الماتشين الجايين بالذات لازم يبقى في تركيز عالي جدا، اللعبه كلها لازم تبقى عارفه قيمه الماتشين الجايين، اللي احنا لازم نكسب، لازم كل واحد ما يبخلش باي مجهود في الملعب، لازم الناس كلها تبقى مركزه بشكل كبير جدا. لازم الفرص اللي هتجيلنا في الماتش، المدافعين كل واحد يبقى مركز في مكانه في الملعب، وده طبعا ان شاء الله ينعكس على الماتش ان شاء الله، وربنا يكرمنا ونقدر نحقق المكسب. احنا بنتمنى من ربنا طبعا ان احنا نكسب ونصعد ناخد البطوله، لانها بطوله مهمه جدا، بطوله مفضله طبعا لجماهير النادي الاهلي وللعيبه طبعا. ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر ناخدها باذن الله. طبعا المدرب ليه فكر مختلف، هو بيكلمنا كتير جدا في الملعب، في التمرينات بيوقف التمرين كتير اكتر من مره، بيحاول ان هو يحفظ الناس، والحمد لله يعني من بقى لنا فتره يعني الراجل يعني مبسوط من اللعيبه كلها، اللعيبه بتحاول انها تأدي، بتحاول انها تنفذ الفكر بتاعه. فان شاء الله يعني في خلال المعسكر ده اتمنى طبعا نوصل ان احنا نكون مستوعبين 100% ان شاء الله من فكر الراجل، وده طبعا هينعكس علينا في الماتشات الجايه، وان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه باذن الله. انا حققت تقريبا حوالي 15 بطوله مع النادي الاهلي في افريقيا ودوري وكاس وسوبر، الحمد لله يعني فضل من عند ربنا. ان شاء الله اتمنى الفتره الجايه ان احنا نحقق بطوله افريقيا، وطبعا النادي الاهلي بيدخل البطولات كلها ان هو الحمد لله بتوفيق ربنا ان احنا ناخد البطولات، ان شاء الله نحقق بطوله افريقيا ونحقق الدوري ونحقق الكاس ان شاء الله باذن الله. بطوله افريقيا 2012 ماتش الترجي، صراحة كانت بطولة مهمة جدا، وكانت أول بطولة ليا أفريقية في النادي الأهلي، وأنا ما يعني ما عشتش الأجواء دي قبل كده، فيعني كنت مبسوط جدا إن احنا حققنا بطولة، وكانت في ظروف صعبة جدا، احنا كنا متعادلين في برج العرب تقريبا 1-1، والحمد لله ربنا كرمنا هناك وكسبنا، فالحمد لله كانت بطولة مهمة جدا، واللعيبة كلها ما يعني احنا كنا مركزين في الماتش ده بالذات، ماتش كان ماتش مصيري بالنسبة لنا، الحمد لله قدرنا نفرح جمهور النادي الأهلي وناخد البطولة. حاجات كتير جدا طبعا الواحد بيفكر فيها، بس يعني لسه الواحد ما حددش بالظبط هيركز في ايه، ونخلص كوره بس الاول ان شاء الله. رسالتك اخيرا لجمهور النادي الاهلي، انا عارف انك مستعجل وعايز. طبعا من جمهور النادي الاهلي بطوله افريقيا ان شاء الله بنتمنى طبعا دعمهم يبقوا موجودين معانا الماتشات الجايه، الماتشات الافريقيه كلها، الجمهور بالنسبه لنا بيمثل لنا حاجه كبيره جدا، طبعا دعمهم في الملعب واللعيبه كلها والجهاز الفني طبعا ده بيأثر بالايجاب علينا، ان شاء الله بنوعدهم ان احنا نحقق بطوله افريقيا والبطولات كلها ان شاء الله. مهم جدا مع احد نجوم النادي الاهلي عمرو السوليه. عمرو برحب بيك في البدايه. حبيبي عمرو برحب بيك ومبسوط ان انا معاك النهارده.
عايزين نتكلم طبعا عن المعسكر واهميته بالنسبه لكم، خصوصا ان احنا مقبلين على مرحله مهمه جدا، بطوله دوري ابطال افريقيا، مباراتين في منتهى الاهميه بالنسبه للنادي الاهلي، مباراتي تاونشيب. شايف المرحله دي او مرحله الاعداد كمان بشكل عام ازاي؟ فيش طبعا، يعني احنا في مرحله اعداد اخذنا فتره راحه كويسه بعد الموسم اللي فات، لعبة ريحت كويس. دلوقتي بنحضر نفسنا للبطولات اللي جاية، عندنا طبعا مهمة صعبة في أفريقيا، عندنا مباراتين، يعني أول مباراة عندنا والتانية في بوتسوانا إن شاء الله. يعني هيبقى المباراتين دول أهم مباراتين في البطولة، لأن هما اللي هيخلونا نتصدر إن شاء الله المجموعة. اللعبة كلها مركزة، كله مركز في التمرين وفي التعليمات، إن شاء الله يعني اللعبة كلها على أتم استعداد إن هي تسعد جمهور النادي الأهلي. إحنا بدأنا بصورة مش كويسة، بس يعني مش أول مرة نتحط في الظروف دي، اللعبة كتير عندها خبرة في المواقف دي وفي بطولة أفريقيا بالذات. إن شاء الله يعني اللعبة كلها جاهزة ومركزة في المباراتين القادمتين، إن شاء الله يعني هم دول اللي هيسهلوا علينا حاجات كتير الفترة اللي جاية، وهما اللي هيخلونا يعني نكمل الموسم بصوره كويسه. فان شاء الله يعني الماتشين اللي جايين يكونوا خير علينا ونقدر نكمل بصوره كويسه. طبعا يعني الجهاز فني جديد، بس يعني النظام هو الناس كلها بتمشي عليه جوه النادي الاهلي. طموحات طبعا الجهاز الفني واللعيبه كلها، اهم حاجه طبعا ان شاء الله بطوله افريقيا ونصعد كاس عالم الانديه. ان شاء الله يعني اللعيبه والجهاز الفني كلهم مركزين في النقطه دي، وطبعا مع بدايه الدوري العام يبقى فيه منافسه قويه ان شاء الله. فان شاء الله يعني الفتره اللي جايه تبقى فتره كويسه علينا كلنا. لسه عندي طموحات كبيره مع النادي الاهلي، لسه يعني ما حققتش 1% منها، لسه عندي كتير اقدمه للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. الموسم اللي فات كان موسم كويس بالنسبه لي، لعبت بصفه مستمره، عملت اداء كويس، بس لسه عندي احسن ان شاء الله اقدمه للفريق وللنادي الاهلي. انا شايف ان انا عندي كتير لسه ما قدمتوش للنادي الاهلي، واحده واحده الموضوع بيزيد وبيتطور. البطولات طبعا يعني انت عارف ان النادي الاهلي بيلعب على البطولات كلها، حققت بطولات مع النادي الاهلي، بس لسه طبعا في بطولات ما حققتهاش، لسه في بطوله افريقيا والسوبر الافريقي، ان شاء الله نصعد كاس عالم انديه. لسه في طموحات كبيره مع النادي الاهلي، تحت امر الجهاز الفني في اي وقت، بعمل اللي عليا، بجتهد، بادي المطلوب مني، حاول اطور من نفسي في المباريات وفي التمرين، بحاول ان انا لاخر وقت ان انا ما اكونش مؤثر في حق نفسي، عشان لو جت فرصه في اي وقت اكون مستعد واكون جاهز. انا شايف ان انا كنت استحق ان انا اكون موجود، بس يعني ده ممكن يكون خير، يعني محدش عارف حاجه. لا ما فيش مشاكل خالص ولا حاجه، يعني الموضوع كله فني، يعني في الاول وفي الاخر انت بتعمل اللي عليك وبتسيب الباقي على ربنا، بس اهم حاجه بالنسبه لي انا ان انا ما اكونش مؤثر من جوايا، يعني ما يكونش مطلوب مني حاجه وما عملتهاش. دي حاجه بتريحني انا نفسيا. بتبقى زعلان طبعا ان انت تكون موجود طبعا مع منتخب مصر وفي كاس عالم، بطوله مهمه طبعا، بس يعني كله في الاول في الاخر خير. طموح بالنسبه لي ان انا اكون موجود في منتخب مصر واكون موجود بصوره اساسيه. الفتره اللي جايه طبعا هحاول اجتهد اكتر واطور من نفسي وابقى جاهز لاي فرصه مع منتخب مصر ان شاء الله، وتبقى ما تبقاش اخر فرصه. طبعا اشكر جمهور النادي الاهلي طبعا على وقوفه جنب الفريق في كل الاوقات، سواء وقت صعب او في وقت عادي، احنا متعودين منهم على كده، وهم الدعم بالنسبة لنا، ووجودهم جنبنا في الملعب يعني بيطمننا وبقى حافز قوي لينا. وبالنسبة لنا بصفة شخصية يعني بشكرهم طبعا على الدعم الفترة اللي فاتت وعلى الثقة اللي حطوها فيا. اتمنى الفترة اللي جاية ان شاء الله نبقى عند حسن ظن الجمهور ونحقق بطولة افريقيا والبطولات كلها ان شاء الله ما تخرجش من بره النادي الاهلي. طبعا اللعيبة كلها اللي موجودة في المركز ده لعيبة كبيرة عندها خبرات، سواء لعيبة صغيرة او لعيبة كبيرة، اللعيبة كلها بتعمل مطلوب منها، اي حد في اي وقت هيلعب هيقدم مطلوب منه واكتر كمان، مفيش حاجة اسمها لعيب اساسي ولعيب احتياطي، احنا كلنا بنجتهد وبنعمل مطلوب مننا عشان نساعد الفريق ان هو يكون في احسن صورة. اي حد بيلعب التاني بيتمنى له التوفيق طبعا، كلنا في مركب واحده، يعني مش فريق فردي، احنا فريق جماعي. انا شايف الناس كلها قريبه من بعض، الناس كلها على اعلى مستوى، اي حد هيلعب في اي وقت هيبقى قد المسؤوليه. طبعا يعني اي حد يتمنى ان هو يكون موجود جوه النادي الاهلي، انا طبعا واحد من الناس سعيد ان انا موجود جوه النادي الاهلي، اكبر نادي في افريقيا. مسؤوليه كبيره طبعا بتتحط عليا ان تكون موجود جوه النادي الاهلي،
بتطلب منك ان انت تحقق البطولات كلها، فدي مسؤوليه كبيره. يعني بشكر الجمهور على الثقه الموجوده يعني من عندهم. اتمنى ان شاء الله ان انا اكون قد الثقه دي، وان شاء الله يعني اكون عند حسن ظنهم. النادي الاهلي محمد هاني. محمد برحب بيك في البدايه. مرحب بك يا امير طبعا، ويعني مبسوط ان انا معاك دلوقتي. طبعا احنا مبسوطين اكتر طبعا انت منور شاشه قناه النادي الاهلي، لكن عايزين نتكلم عن كالعاده استعدادات الفريق. اكيد استعدادات مهمه جدا لموسم مهم وشاق، وبدايته كمان صعبه في بطوله دوري ابطال افريقيا. شايف فتره الاعداد خلال المرحله دي والمرحله السابقه كمان بالمعسكر في الاسكندريه، شايف المرحله دي ازاي؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، يعني في البدايه طبعا يعني التوفيق كله طبعا للجهاز الفني الجديد واللعيبه السنه دي، ويعني اللعيبه كلها مركزين. ويعني احنا ابتدينا المعسكر الاولاني في اسكندريه، الحمد لله المعسكر كان كويس ومشي بشكل كويس. وبعد كده رجعنا اتمرنا 4-5 تمرينات تقريبا، بعد كده سافرنا هنا كرواتيا. معسكر ماشي كويس جدا وكله بيتمرن كويس جدا، وكله طبعا مركز. عندنا هدف ماتش افريقيا اللي جاي ده، ماتش مهم جدا، كل اللعيبه مركزين في الماتش ده، يعني هو ده هدفنا الاساسي. طبعا احنا بنشوف وجهه نظر المدرب الجديد ايه اللي هو عايز ينفذه في الملعب، واحنا يعني بنحاول ان احنا ننفذ تعليماته، وربنا يوفقنا ان شاء الله السنه دي يبقى موسم كويس ونقدم فيه يعني حاجات كويسه باذن الله. قبل كده 2012 تقريبا 13 كسبوا، كانوا واخدين نقطه واحده بس تقريبا في اول 3 ماتشات، وهم اللي خدوا البطوله، هم اللي رفعوا الكاس الاهلي. فيعني احنا ان شاء الله هدفنا ان احنا نكسب باذن الله الماتشين اللي جايين دول كمان، وربنا يوفقنا في باقي البطوله. بس ان شاء الله يعني كله عنده يعني كله نفسه طبعا، وهدفنا كله بطوله افريقيا، يعني دي اهم حاجه طبعا. اللعيبه اللي هنا يعني معظم اللعيبه محترفه ولعيبه كبيره جدا، ولعيبه يعني بتحاول تنفذ اللي المدرب عايزه في وقت قليل. يعني هو ده اللي بيفرق النادي الاهلي عن اي نادي، ان انت عندك لعيبه المينتاليتي بتاعتهم يعني كويسه، ويقدروا ينفذوا اللي المدرب بيقول لهم عليه في وقت قصير. وان شاء الله نقدر ان احنا يعني ننفذ اللي الكلام الراجل بيقوله في وقت قصير، يعني ان شاء الله. طول عمري طبعا انا بقول الكلام ده، ان انا يعني انا محظوظ ان انا معايا اتنين، واحد زي كابتن احمد فتحي، واحد زي كابتن باسم. يعني الواحد استفاد منهم كتير جدا من ساعه ما اتصعدت، استفدت في يعني في حاجات كتير جدا. واحسن حاجه ان انت بتنافس، يعني المكان اللي انت بتنافس فيه بقى معاك لعيبه كبار زي دول، ان انت بتتعلم منهم وفي نفس الوقت بتحاول تبقى زيهم وتتطور. يعني دي من احسن الحاجات اللي فادتني في النادي الاهلي طبعا. فانا شايف ان دي حاجه كويسه جدا، ان في منافسه كويسه جدا، والواحد بيحاول ان هو يطور من نفسه. يعني كنت عادي جدا، بس انا يعني المكان ده لعبته يعني كان الكابتن حسام والجهاز الفني القديم كان هو شايف ان انا ممكن العب المكان ده وبتاع، وانا الحمد لله لعبت، ان الحمد لله طلعت من ان انا ما يدخلش فينا جوان. يعني معظم الماتشات اللي لعبتها ما دخلش فينا جوان وكسبنا الحمد لله. لكن انا كنت بلعب مثلا، كان في فتره لو تفتكر السنه اللي فاتت سعد اتصاب وايمن اتصاب، وكان نجيب مصاب ورامي كان اتصاب، فكان بيبقى في مساك واحد بس. فلعبت بقى فتره يعني طبعا، يعني اول ما كابتن حسام قال لي محتاجين ان انت تلعب في المكان ده لعبت، يعني ما كانش ينفع ان انا اقول حاجه تانية. والله هو كان بيساندني، يعني كان بيساندني في المكان ده، عشان انا كنت يعني انت عارف انا مش حابب ان انا العب في المكان ده طبعا. انا بحب ان العب مركزي وهاجم ودافع في نفس الوقت وسبرنتات وكده،
لكن يعني هو شاف ان هي حاجه كويسه ان انا قدرت ان انا العب المكان ده يعني وان انا وقفت جنبهم يعني في وقت ما فيش حد يعني ما كانش في حد خالص بس فالحمد لله اللي عدت يعني على خير 5 الحمد لله 3 دوري وسوبر وكاس ناقصك بطولة افريقيا وهي اهم بطولة ان شاء الله تسعوا السنة دي ان انتوا تحققوها لكن طموحك ايضا مع النادي الاهلي شايفه ازاي خلال المرحلة المقبلة وايه اللي بتتمناه على المستوى الشخصي بالنسبة لك؟ يعني طبعا يعني الواحد يعني طموحي في طموح تبقى طموح جماعية ان انا طبعا يعني مع الفريق كله ان الواحد يعني يوصل لبطولات ياخد بطولات كتير ويعني زي ما احنا شايفين كابتن حسام عاشور وكباتن كبار كابتن حسام غالي ومش يعني الناس كلها كبار خدوا بطولات كتير ودي بتبقى حاجة كويسة جدا مع النادي الاهلي وبالذات النادي الاهلي نادي بطولات يعني طول ما انت موجود ومستمر وبتلعب دايما بتحقق القاب جماعية بقى في بقى القاب فردية ان الواحد ربنا يكرمه يروح المنتخب ان شاء الله ويتصنف كده من يبقى من احسن الباكات رايت ان شاء الله يعني في الدوري ان شاء الله من زمان واحنا صغيرين يعني مرنا كباتن كبار جدا يعني وكان دايما احنا من واحنا صغيرين ما نعرفش حاجه اسمها خساره يعني احنا طالعين من تحت كلنا كده يعني معظم كمان اللي ربنا بيوفقهم طبعا وبيكملوا في الدرجه الاولى ان هم بيبقوا دايما عقليتهم كده ان هو احنا ما بنخسرش يعني انا الحمد لله في فرقتي واحنا صغيرين كان دايما لازم مكسب احنا متعودين على كده دايما يعني فدي حاجه ساعدتني جدا لما طلعت هنا من الفريق الاول وبالذات ولاد النادي بيحسوا بالموضوع ده جدا في الفريق الاول يعني دايما بيبقى قلبهم على التيشيرت اللي هم لابسينه فدي حاجه فادتني جدا طبعا لما طلعت يعني الفريق الاول هم كلهم والله يعني انت عارف الفرقه كلها يعني احنا الحمد لله جيل محترم جدا كلهم لعيبه كبار يعني انا بقعد مع كل اللعيبه كبار من يعني الحمد لله ما فيش مثلا حد مش كويس او كده لا الفرقه كلها لعيبه كبيره محترمه يعني انا قاعد في الاوضه على طول مع كابتن محمد نجيب من بقالي سنتين انا وهو مع بعض ف لا اللعيبه الكبار كلهم اخواتنا بيتكلم معاك وبيديك نصايح بما ان نجيب طبعا من اللاعبين اللي عندهم خبره كبيره جدا وحقق بطولات كتير جدا مع النادي الاهلي لا طبعا كابتن نجيب يعني بقول في السنتين دول بجد والله يعني حتى انا بقعد اقول له والفرقه كلها حتى بتاخد لا انا اتعلمت منه كتير جدا من انضف الشخصيات اللي الواحد اتعامل معاها في بره الكوره وجوه الكوره والله ومن ارجى اللعيبه اللي الواحد شافها وبيتعلم منها يعني كابتن محمد نجيب ده انا السنه اللي فاتت واللي قبليها بيبقى في مواقف بيبقى مثلا رجليه تعبانه مثلا متعور او مصاب او كده بيدوس على نفسه ويلعب الماتش لا يعني اتعلمت منه حاجات كتير وربنا يوفقه السنه دي ان شاء الله يبقى موسم احسن من السنه اللي فاتت بكتير ان شاء الله احنا بقى لنا كام سنه ما 28 سنه ما وصلناش كاس عالم فده في حد ذاته انجاز ان انت قدرت بالمجموعه دي ان انت توصل وصلت نهائي افريقيا كان بقالك كتير جدا ما روحتش برده ف يعني هو في امكانيات كده دي حاجه اساسيه ان انت في امكانيات وباينه جدا وغير كده ممكن بقى طريقه اللعب مثلا شويه بس يعني اعتقد اللعيبه ادوا احسن يعني عملوا اللي عليهم يعني ما نقدرش نقول غير كده اللي هم عملوا اللي عليهم وربنا بقى يعني النتيجه دي بتاعت ربنا يعني رساله اخيره لجمهور النادي الاهلي حابب تقول لهم ايه؟ نفسنا وان شاء الله هناخد كل البطولات اللي احنا هندخلها وبالذات بطولة افريقيا الماتشين القريبين اللي يوم 17 الماتش اللي جاي ده هدفنا الاساسي ان شاء الله ان شاء الله بطولة افريقيا وكاس عالم الانديه ان شاء الله وان شاء الله الدوري كده كده باذن الله مش هيخرج من الاهلي